هاي، صار لي فترة غايبة بس هلا رجعنا مع ترند تراكر. برأيكم شو أكتر صور عم تتكرر على السوشيال ميديا؟ أنا كتير شفت بوز البالكون والطلعة من شباك السيارة. لما نكون بباريس ما فينا إلا ما نتصور بالكافي خطوة. نعرف إنه منشوف ألوان أكتر بالصيفية، بس أنتو عنكن هالجرأة تحطوا هالقد ألوان على وشكن؟ شو رأيكن بالفساتين التول؟ ولا بتفضلوا مودة فساتين الجوغ؟ هول هن الصيحات اللي أنا انتبهت لهم مؤخراً على السوشيال ميديا. أنتو كمان فيكن تعطوني رأيكم وتتركوا لي كومنت بالكومنت بوكس، وأنا بشوفكن بحلقة جاية.